اليوم تغريداتنا بإذن الله تعالى راح تكون على فتار اثنين، أنتم شاركونا بعد، يعني احنا نختار وأنتم بعد تختاروا من خلف الشاشات. بإذن الله أنا نطلع بنسخة مميزة في استديو أو الاستديو، برنامج إن شاء الله يكون مميز، برنامج بإذن الله يكون مختلف تماما عن البرامج اللي طافت بإذن الله تعالى. نرحب بالليدر وال شو اسمك؟ الأفتار الكبير حبيبنا الغالي عبد الله، وكذلك نرحب بالأفتار الجميل أبو غناء سعد السبيعي. الله يسعدك يا سعد. طبعا أمس الشباب كلهم يقولون ما شاء الله تبارك الله كيف الشباب كانوا في طوكيو فجأة صار في العماري، قلنا هي كذا تمشي. لا هو ياسر شار. الله يسعدكم والله يحييكم من جديد. بإذن الله أنا راح زي ما قلنا أنك تكون نسخة مميزة إن شاء الله تعالى، لكن اليوم أنتم عارفين اليوم راح نختار متسابقين، راح نحدد آليات كثيرة يا أبو غنى، وكلنا حن وأنتم الشباب بإذن الله تعالى راح يكون يوم مميز إن شاء الله. اليوم شيء مختلف يا أبو محمد. يلا حيّ. بديت تسويات بدينا أبو رحيّ. لا احنا بهواء بدينا. إيه قد بدينا. طيب يعني يا صديق جوال معك بهواء. ها دقيقة جوال من؟ نزلنا هواصل. ايه نزلنا هواء، تعال هنا حق اختيار المتسابقين. خلنا نزلنا هواء فعلا، هذا مكاني الحقيقي. شكرا للانصاف. انت رجل ناجح. الله يخليك. تعال تعال اقعد. سمط تعال اقعد عشان ما اقر معك. كم قلنا متى قلنا بنطلع هواء؟ الساعة 10 وصفر وصفر. الحين كم الساعة؟ 10 وصفر. فعلا انا رجل ناجح. اجي على الوقت. ما يدري انه هواء. لا الحين ما يدري. نعم هواء. يا عيال حدا في هواء ولا تمزحون؟ اي والله انا هواء. والله صدق شعفول افتح مايكك يا قلبي. من اداب من اداب المقدم اللي هي جسم بدون سمع. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يسعدكم. طبعا احنا في بث، احنا في بث. نقدر ربي نعم في بث، ايش نمزح؟ كيف اقول والله شوف انا الانضباطيه لازم اسعد الله مساكم جميع ويا مرحبا. لازم نرجع احنا احنا من الاخير احنا السته احنا اللي در حق البرنامج. اذا الحين بنتاخر كل يوم يا ماذا بنجح؟ ايوه هذه بدايه. وانت تعرف انهم يبغون يشلون واحد، فالله اعلم انهم اتوقع انه معروف لازم تشدون. لا الشباب كان عندهم برنامج شغل برنامج شغل برا، كان شغل برا. آه لا انجزوه. شوف انا اشوف انا اشوف انك تطبل. انا جالس افزع لك. انت شوف انا توك جاي والله اطبل لك. قاعد افزع لك يا اخي. الله انك اللي رجع عيد المباطيه. لازم نرجع نناقش ما ينفع. بهاج من الاسامي الملتزمه في هذا البرنامج تاخره على ما اظنه كان يشوف المتسابقين او يسال عن لا ما كان يشوف احد ولا شيء. شايف عند الباب جالس يسولف ما عنده.